تفضلوا معي لنشوف كيف بدنا نعمل هالتحلية اللذيذة، ما بتاخد وقت كتير وسهلة التحضير، و يا ألف أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوني. السلام عليكم أحبائي المتابعين، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا رب. اليوم بدنا نعمل عش البلبل بس بقالب الكب كيك. عندي هون، انا كنت حاططهم بالفريزر، عندي هون تقريبا نص كيلو، برطبهم نص كيلو من الكنافة الشعيرية. عندي هون مي زهر، بطريهم بهيدا الشكل. بسم الله، وحنبلش. عملت وحدة، هلا حفرجيكم كيف الطريقة اللي بدنا نعملها فيها. ناخد من الكنافة بهيدا الشكل وبلفهم، بقسمهم بهيدا الشكل. وبحطهم بقالب الكب كيك بهيدي الطريقة. برجع رح ناخد نعمل وحدة تانية. بعملها هيك بهيدي الطريقة، رح حطها هون. رح اعملهم كليتهم بنفس الطريقة اللي عملتها. بدي رطبهم النتفة، بدها ترتيب لانه كانوا بالفريزر. رح كمل نفس الطريقة. هلا عندي هون انا فستق حلبي بدون اي شيء، رح حطهم بهيدا الشكل. بسم الله، هلا بنحاول نرصهم قد ما فينا، نكبسهم. رح كملهم. انا عندي هون سمنة حيواني، دوبتهم. هلا رح ضيفهم للكنافة. السمنة اللي بتزيد برجع بصفيهم، ما بيأثر. هلا رح كملهم بنفس الطريقة وبرجع لكم. وهلا بدخلهم الفرن على حرارة 150 بالرف الوسط. هيدي نفس طريقة عش البلبل بس على كبير، اللي بالمحلات بيكون صغير، يعني بيعملوها صغير، حبة صغيرة. رح دخلهم الفرن. وهيدا شكلهم بعد ما طلعتهم من الفرن. لازم نعطيهم وقتهم بمرحلة السواء، حتى لأنه إلا بيحترق الفستق الحلبي إذا بدنا نقوي حرارة الفرن. هلا بتركن ليبردوا، بعدين بسكبهم بصحن التقديم. وهلا بعد ما بردوا رح فرجيكن ما شاء الله لونه، حفرجيكن الاحمرار ما شاء الله كتير حلو، وريحته بتشهي ما شاء الله. هلا رح نحطهم بصحن التقديم، نعمل هاي الخطوة حتى نقدر نشيلها ما تتكسر. هلا بدي اضيف لهم القطر. بسم الله،
لهون بتكون وصفتنا خلصت، وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلوبكم يا رب، وإن شاء الله صيام مقبول وإفطار هني بإذن الله. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير ولايك والاشتراك بالقناة لتعمل فايدة، وشكرا كتير لحسن المتابعة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. مع ألف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.